معلش ونبقى يلا قوم يا صاحبي. يلا كبدك ايه كبدك ايه. صدقني يا سعاده الباشا انا ماليش دعوه بحرق محل الست جمالات وحرقوا لي عدم المؤاخذه. هو انا اغاوي اذيه الناس؟ هات لي العيال واقفه بره. يا سعاده الباشا يا سعاده الباشا انا عارف انك قارش ملحيتي عشان كنت عاوز اتجوز الست جمالات، لكن خلاص صرفت نظر. خلاص بقى العفو والسماح يا حكومه. انت لو فتحت بقك تاني من غير ما اقول لك انا هقطع لك لسانك. مين اللي دفع لكم يا ابني انت وهو؟ المعلم سلومه باشا، جالنا اخوه من الخليج ودفع لكل واحد 100 جنيه وقال لنا عايزكم في مصلحه، وخدنا بعد نص الليل ورانا محل مقفول وقال لنا يولع الصبح. انتوا تعرفوا سلومه قبل كده؟ ايوه احنا شغالين شايلين في المذبح وبنحمل له اللحمه اللي بياخدها، وقال لنا ان هو عايز يتجوز الست اللي في المحل دي ومحدش يأذيها، هو بس عايز يعرفها ويفهمها انها لازم يبقى معاها راجل. خد العيال دول بره. يا باشا انا ما اعرفش العيال الصيح دول يا سعاده الباشا. دي القضيه متلفقاني، انا مش هتكلم الا قدام المحامي بتاعي. وانت عندك محامي بقى ان شاء الله؟ لا بس مش هتكلم الا قدام المحامي بتاعي حقي. هم دي بنت ست انتصار لسه راجعه من بره مصر، هو ده بقى ابراهيم. مساء الخير. انا مش عارفه اشكر حضرتك ازاي يا استاذ ابراهيم، ميرسي بجد. تشكرين على ايه؟ ده ست يعني ست انتصار دي غاليه علينا. بعدين بقى بعدين الكلام ده. يلا يا نجوان يلا يلا يلا, يلا يا سوك يلا يا ابراهيم يلا بسرعه. يلا يا فاطمه يلا يا فاطمه. الف سلامه على الست الوالده. الله يسلمك. نجوان مش كده؟ ايوه. يلا يا فاطمه. بالراحه يا فاطمه بالراحه. منوره نجوان. الو مساء الخير. مساء النور يا علاء. حضرتك عندك استدعاء للحضور في اسم شرطه مصر القديمه حالا. استدعاء ايه؟ في ايه يا علاء؟ انا عملت ايه؟ الله الله، ايه مالك مالك خفت كده ليه؟ والاسم بيخوف قوي كده، وبعدين يعني ده انت هتتجوزي ظابط. في ايه يا علاء ما تفهمني؟ احنا قبضنا على الحيوان اللي اسمه سلومه ده، والعيال اللي حرقوا المحل اعترفوا عليه. عايزك تيجي تعدي عليا في القسم عشان اوريهولك وهو مرمي زي الكلب في الحجز، بعدين نقفل المحضر ونحوله على النيابه. طيب طيب مش مهم. خلاص مش مهم. وايه ده اللي مش مهم؟ مش مهم، انا مش عايزه اعمل محضر ولا حاجه. خلاص انا متنازله عن حقي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه تتنازلي عن حقك بعد ما جبتهولك؟ هو في ايه؟ انت تصرفاتك غريبه ليه؟ علاء انا ضيفه هنا عند كوريا قريبتي يعني، وما بقاليش كتير، فانا مش عايزه اعمل مشاكل مع حد ولا عايزه اعمل مشاكل لحد. خلاص انت ماشي سلوكه ده وانا خلاص مسامحك. يا ست اعملي مشاكل براحتك وخدي حقك، وانا موجود عشان احميكي. امال انا لازمتي ايه؟ بقول لك مش عايزه، يعني مش عايزه يا علاء. في ايه؟ هو بالعافيه؟ خلاص ماشي الراجل ده من عندك وخلينا نخلص من الحوار ده. طب خلاص خلاص. طيب اهدي اهدي خلاص. انا اسفه يا علاء معلش، بس انا عديت بمشاكل كتيره قوي في حياتي، وكنت متخيله الحياه هنا يعني هتبقى اسهل، بس ما طلعتش كده. ما تزعلش مني معلش، حقك عليا. خلاص يا ستي انا مش زعلان، هعمل لك اللي انت عايزاه، بس بشرط. بشرط ايه؟ اشوفك النهارده بعد ما اخلص شغل ونروح مشوار سوا. مشوار فين يعني؟ عامل لك مفاجاه. لا مفاجاه ايه؟ ما تخلصني يا علاء. خلاص انا هكلمك قبل ما اعد عليكي بنص ساعه عشان تلحقي تلبسي، وبعدين حاجه اختك. طيب يلا ماشي. انا مش عارفه اشكرك ازاي والله يا استاذ ابراهيم، اصل تعبناك معانا، بس انت شايف فصيله دم ماما نادره جدا ومش لاقيين حد يتبرع لها خالص. لا ما تقوليش كده ابدا، ربنا يقومها لك بالسلامه. الله يخليك. بس انت اسمك حلو على فكره، نجوان. ميرسي. هو ده اسمك الحقيقي ولا الدلع؟ اصل الاسم ده مش بيتكرر كتير. لا يا سيدي ده الاسم الحقيقي. بس انت شكلك كده ما بقالكيش كتير بره مصر. شكلي كده ازاي يعني؟ انا مش فاهمه. لا انا قصدي يعني بتتكلمي عربي كويس. ايوه اصل انا ما قعدتش بره مصر كتير. انت تعرفي واحده اسمها هايدي ابو طالب وواحد اسمه مروان ابو عرب؟ ايه؟ هايدي ابو طالب ومروان ابو عرب. انت هتعرفهم منين اصلا؟ اعرفهم منين؟ نهار اسود، اعرفهم منين؟ دول حبايبي. حبايبك؟ او ربنا حبايبي. منوره مصر يا نجوان. هو احنا رايحين على فين؟ عامل لك مفاجاه. عامة خلاص احنا قربنا نوصل. ماشي
ساكتة ليه؟ لا مفيش خالص. طب ما بتتكلميش ليه يعني؟ ما هتكلم أقول إيه؟ أي حاجة. إحنا من ساعة ما خرجنا وأنت ساكتة. وبعدين كل ما أكلمك ترد على قد الكلام. ما أنا بتكلم أهو. أنت متضايقة من حاجة؟ لا خالص. خالص مفيش. تعالي على أبيات اتفضل. اتفضلي. احنا فين؟ المفاجأة اللي قلتلك عليها. تعالي بس تعالي يلا يلا. ازيك يا عم سالم؟ تعالي ما تخافيش. لا يا علاء انا مش هدخل قبل ما تفهمني احنا فين. حاضر يا ست هقول لك. انا ساكن في العماره دي انا ووالدتي، الدور الثالث الشقه اللي قدام الاسانسير. هي عزماكي على العشاء وعايزه تتعرف عليك. عشاء ايه بس؟ عشاء هي بصراحه قالت لي غدا، بس انا قلت لها ان انا هتاخر في الشغل، فاتفقنا نتعشى وهبقى انزل اوصلك. انا مش عارف يا علاء معلش، انا لازم اروح. تعالى روحني البيت. هو في ايه؟ بقول لك ماما عزمانة على العشاء، وبعدين دي قاعده بتعمل في الاكل من الصبح، وانا اكيد يعني مش بضحك عليك. وبعدين ممكن اخليها تنزل تستقبلك بنفسها. لا تنزل ايه، انا عايزه اروح. بقول لك ايه، انا كده ما عدتش فاهم حاجه. وانا كل ما اقول لك على حاجه تقولي لي لا، اقول لك تعالي الاسم شوفي المسجلين تقولي لا، تعالي عشان نقفل المحضر تقولي لي لا. عرضت عليك الجواز وعمال تتوهي في الموضوع، سالتك مره واثنين وثلاثه، في الاخر اللي بتقوليه لسه ما فكرتش. دلوقتي بقول لك هنزل والدتي تستقبلك بنفسها برضه لا. هو في ايه؟ انا مش منقول من هنا غير لما افهم في ايه. مش هينفع يا علاء، والله ما هينفع، عشان خاطري والله العظيم مش هينفع. ممكن لو سمحت تبطل عياط وتفهميني في ايه؟ وانا بقول لك انا عدوك، انا بقول لك انا بحبك. كل عايز افهمه مالك؟ فيكي ايه؟ انا احكي لك على كل حاجه. ينفع بس نمشي من هنا دلوقتي ونقعد في أي حتة؟ حاضر اتفضلي. أنا هحكي لك على كل حاجة، بس في حاجة مهمة لازم تعرفها الأول. أنا بحبك يا علاء. أنا هجاوبك على كل الأسئلة اللي في دماغك أو اللي ممكن تيجي في دماغك. أنا ما اسميش جمالات وما بقاش قريبة كوريا، وكل المعلومات اللي تعرفها عني غلط. وانت مين؟ أنا هايدي.